كان اخوان المستشارين الاخوات المستشارات الاعضاء مستشارين طلبوا الكلمه ولكن ما حضرش، كاين اللي سحب كاين اللي ما حضرش وخلي الله يرضى عليك. وراه ما بغيتيش عليك، والله يبيك صاحبي، والله يبيك صاحبي، والله يبيك صاحبي، والله يبيك صاحبي. واش بزاف بزاف، وما باغيش يحشم صاحبي، والله ما باغيش يحشم، راه يوقف كل شيء ويرد على كل شيء يوميا، حنا عينا وما عياش. قلت انه هاد المداخلات كانت عندي 14 مداخلة ديال غير العدالة والتنمية، خدت تقريبا 15 ساعة. المداخلات ديال الأعضاء ديال العدالة والتنمية 7، وخدت تقريبا 6 ساعات ونص. عموما أنا ما عطيش الرد، قلت لكم ذاك ما كلمة الرئيسية أصلا لا تناقش، أنا ما عرفتهاش باش نناقشوها ولا باش نرد أنا عليكم ونصحح. ممكن غادي تجي فترات لأن الوقت كثير، كلشي في المدينة تطرح لا قديما ولا حديثا، وأنت ليا صعب جدا عليا، وخا من الرد راه شحال تاني باش نقرر، وإلا كل واحد يقول لي راه ما رديتيش عليا، أنا هذه ماشي صحيحة، أنا ما اتفقتش معاك، أنا ما قلتش هذا، وأنت ليا صعب جدا. ولكن الوقت طبيعي كل غادي تعاود، كلها ترجعوا ليها في وقت متفرقه في دول الاعمال، سواء كانت في وضع المجموع والمشاريع ديال طنجه الكبرى وغير ذلك من النقاط الكثيره اللي طرحوا الاخوان الاخوات. انا اللي غادي نقول الان بعد هذا، انا بغيت زعما برغبه ان الاخوان الاخوات الاعضاء يتكلموا، وهذه فرصه اللي تحت لينا، راه ما عمرها تحت لينا في مدينه طنجه. خصنا كل حاجه نعطيوها حقها ونعطيوها وقتها، انه بغينا نتكلموا مع بعضنا مزيان، بغينا المواطنين يتبعوا. وراه تعرف راه ماشي سهله باش تصبر في 8 ديال الجلسات وتسمع السبان والدين والمله وانت رئيس جالس وفي بساطه نعلمها مغلقه ونجي مجبور بالبال مشدوده، السلطه وقفت بالبال ندخلوا على حنا الاعضاء مع بعضنا ونناقشوا مع بعضنا. هذه بسيطه ولا تكلف الرئيس شيئا، ما بغيتش يتجاهل. ونهار الحد يا شهاد الله طلعت غير القهوة الشجر بحال فطرت، تلقيت مع بعض الشباب كيقول لي الرئيس زيد صبر خلينا نتبعوا الدورات. هنا فعلا ولا حرمت الصحافة من الدخول، تالي الرأي العام خصو يعرف هادشي، خصو يعرف شنو واقع في طنجة. وإن كان أنا من موقعي كرئيس حقيقة زعما كيبان لي بأن دخلنا في واحد المسار بسيط وما عندوش قيمة. والله يا شيخ زعما كنتكلم انا مع الجميع من موقعي كرئيس، انا خرجت متاسف جدا، ماشي هادشي اللي كنت كنراهن عليه، لا حتى في التوقيت ولا في الشكل ولا في المضمون ولا في الحساب ولا في كلشي. كان يكفي كل واحد فينا يوجه المداخله ديالو مع الصراحه ويجيبها مكتوبه ومدقه، وفي نص ساعه ثلث ساعه لما قال كنا نربحوا واحد الجزء كبير من هاد الوقت هذا، وبلا ما نبقاو نتعصبوا مع الجمهور. وداكشي اللي بغينا نقولوه نقولوه، داكشي اللي قلنا كامل هادشي منو فيها كاع امور بسيطة. مثلا ناخذ مثال، مستشار قال لي انا ملي كنت رئيس المقاطعة جا البشير وعطاني وعدت له الرخصة، وشنو المشكل في هادي؟ هادي عادية الله يجزاه بالخير، وصديق لعبنا الكرة اللي كان رئيس رخص لي، وفعلا ديك الدار ديالي كانت عشوائية، رغم ان الحومة ماشي عشوائية، انا ساكن في حومة راه من اقدم الاحياء، راه كتعرفوا سبيل الجماعة راه هي ودراد ومصلى الثانيين بعد المدينة القديمة، هذا هو التوسع ديال مدينة طنجة. الحومة كلها بالرخص، ماشي منطقة بلا رخص، ولكن من سوء حظي انا ماشي سميتي، ماشي حتى ديالي ديال نساء بنات نسيب سنين وقتها نختو، ماشي حتى سميتي انا، وبغينا نعدلو له الوضعيه ديالها. وراه قالها، راه دخلنا عندي للدار وشافها، وانا اعتز باقي في ديك الدار ومرتاح ما عنديش مشكل. يتقالوا الاخوان 50 متر ولا 60 فيها جوج البيوت وسط الدار، وبغيت نزيدها بيت فوق في السطح ولا كذا، هذيك الامكانيات ديالي. سيد الرئيس عاوني صحيح وكملتها الله يجازيه بالخير، شنو المشكل في هادشي؟ أصدقاء وباقي دابا بحال اللي قال هو ممكن يخطف حقي ويخطف حقه، ولكن حنا كبار على هاد الخلاف مع بعضنا، لأنه كيعرفني مزيان وأنا كنعرفو مزيان، مهما يكون. وهادشي دابا اللي كنتكلم بيني وبين الأخ يونس الشرقي، وخا نسميه دابا أنه الرخصة قلت الرئيس، ولكن دابا نقول بيني وبين السي يونس، راه هو اللي وقع لكم كاملين مع بعضكم، فانتبهوا مزيان. أنا الأسبوع كله هادشي اللي كنناقشوه راه كنمشيو كندوز الماكينة، وإن كان من حمد الله
زعما سواء من نعم الله عليا عطاني واحد نفسيه معينه كنزل راسي كنبقى نشكر والله شي ما كنبقى ندور لا شنو وقع واش شنو عمل ولا شنو وقع، ولكن ملي كنبغي نرجع كنبغي نجلس نفكر فقط شي زعما الناس كيطردي ولا المشاكل وكذا يقدر عليه الله كنعملوا اللي ما قدرتش عليه الله يتجاوز عليا كما قالوا الاخوان لو جينا نتحاسبوا في الدنيا ولا في الاخره واحد فينا ما ينجو. هذه مساله خصنا نكونوا عارفينها سواء كنتي مسؤول ولا ماشي مسؤول. الكلمه طفايه السيد يتلقى في الطريق دفعوا يطيح تزلق انت في الحبس. الانسان معرض لكل شيء معرض لكل شيء. حنا ملي كنت كنراجع كنقول علاش هاد علاش هاد التوتر عندنا مع بعضنا شنو هو السبب علاش علاش من بن عزوز وانا لعب معايا الكره وتعيننا تخريج قالوا لي في التعليم كنا اصدقاء وكنا ديك الساعه باقي مرحله الهيبي هكا بن عزوز والشعر البوكلي لا هو لا انا تلاقينا في ظروف وعشنا مع بعضنا واصدقاء وبقات العلاقه الطيبه حتى هو كان الرئيس كنتواصلوا انا وياه ونجلسوا مع الاخوان في مغوغه ملي كيوقع سوء التفاهم كنحاول نصلح مع السي ونشرقوا مع الاخوان في مقاطعه المدينه سواء ملي طلع بمجنون ولا ملي طلع السيونس. هذا ما صار ما هو انا كنت كنعرف انا بان هذا الشيء غادي يولي انا غادي نجي غادي نكون همداد المدينه ولا رئيس عليكم. والله عمر ما طحت على بالي حتى ملي كانوا كيتعدلوا اللوائح والله ما طحت على بالي انني غنكون انا رئيس. ولو كانت طاحت على بالي كاع ما فلاش نسخري شكل فجيت اسماء اخرين ولا كذا. انا كنقول مجموعه الاخوان لو كنت عارف ان احنا غنسيروا ما نخليش عبد الدب روحو خارج المجلس. واحد مجموعه الكفاءات اي كفاءات نوعيه وكنحتاجوها في المجلس افتقدناها صحيح هذه خصها تدعمها. ولكن كنت كنتوقع صافي الامور محسومه صعيب المغرب كما قلت جميعا نظام الاغلبيه صعيب. ولكن كنت كنقول انا سنساهم وكنعمل من جهدي وهذا الشيء عملته في المرحله السابقه ماشي في مقاطعه المدينه ولا في مغوب راه جمال قلب حاضر معنا هنا. كنت في الفريق ملي كنشمعوا كيقول لهم الاخوان راه كتبقاو كرت كيقول لهم راه الدوره كتكون خدامه. انا كنشوف الباشر مع فؤاد فؤاد المنصه والباشر كيفاش عندي البدراوي كنحاولوا كرئيس الفريق خويا عطيني هذه الصلاحيه وهذا الهامش كنتفقوا في امور عامه كنجلسوا في الفريق كيبقى لي انا التقدير واش دوز النقطه ما دوز شي واش تاجل كذا. وكنت كنجلس معاه دائما في القهوه من قبل كما جلس مع الحمامي وراه كان جلس مع بعض الاخوان على الانتخابات ديكشي انا ما عرفوش ولكن انا كنت كنجلس معاه داخل الحمله كنجلس معاه الى طاحت الاغلبيه الى كانت كذا ولا وغيبقى عليه مشكل مامي صديق ديالي ويونس الصديق وبن عزوز هذه اقدار جاتنا في احزاب مختلفه اقدار جعلتنا ولكن للاسف ما نعمقوش. حنا دابا حسن بالخيط اللي تقلق ما يقول حسن وحشومه واش انت معايا وفي في الكامبو ممكن نختلفوا ونتخوتوا كذا ولكن داخل المجلس لا يبقى واحد الحد ادنى خاصه ديك السيد اساء الي وحسن والله هذيك واش شي واش لا 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 حسن لا لا انا سمعتكم ملي قلتوا له خرجوا صحيح ولكن القاعه تقلبت ملي هذا الغرابي كيتغوص معاه في الباب والغرابي تشد هو وياه في اليد واش الغرابي كيدابز وخرج جبرو كيقول له دي دي ما قال له ما تزبلوش يدينا داك رئيس وناض واحد العضو معنا مستشار مع الغرابي حتى هو كيقول له حشومه عليك تسب الرئيس. هذا حدث بسيط صافي غيخرجوه هما بجوج على برا وسكتوا الصوره حنا القاعه تقلبت لا شو ما نوصلوا في المستوى. ولكن انا قلت هذا التفكير هذا كله انا غنشرح لكم مزيان اللي رديت واش من النقط الاخرى والله يشهد انا كاع هذا الشيء كاع كله دابا انا موقعي كرئيس هذا الشيء بميزانيه وكذا راه عندنا مشكل حقيقي يا الاخوان. هذه الميزانيه راه لا تساوي شيئا. هذا الشيء اللي كنتكلموا فيه كلنا اغلبيه ومعارضه لا عنده التقيمه لا السابقين ولا اللاحقين لا عنده التقيمه هي اللي قلت مره اخرى انا الاخوان هما ديال اذاعه طنجه مشيت مره واحده هذه سنه ونص هذاك الصحفي اللي عمل معايا الحوار تلقيته انا واحد الشهر شريف القهوه قلت له يلاه حتى من داك النهار ما عاودت رجعت لعندك. اليوم عيط لي صحفي جريده وطنيه ومن اهم الجرائد قلت له اسمح لي هاد الاخوان راه كيعرفوا الصحافه كنهرب من هاد الشيء بزاف انا كيتاول ويتعوج وكذا مع احترامتي الصح ماشي كله ولكن ترى الراي العام وكيخلط لك على بعض التسطير كيخزن ثاني تولات عندي واحد الاحساس بانه ما كنلقاش الموضوعيه وهذا الذي يؤلمني كنلقاش الموضوعيه. اما بالنسبه لي هادشي اللي كنتذكروا فيه كلنا واللي انتقدناه كلنا راه صغير 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 طنجه كبر من هادشي. كاين واحد الموقع انا ما عندي من اخر المواقع اللي تعاملت معها قصح عليا بزاف في عده امور خليتها في الامور الشخصيه. انا هذا ما بغيتش نقولها في دوره الميزانيه وقريت على الاخوان ديالي الاخوان اللي معايا في الفريق رجعوا ليها العمده اكبر طنجه اكبر من العمده ومن الوالي
كيهضر لي على بشار عبد الله ولا هو كيهضر على يعقوب مع فؤاد العمر قبل الانتخابات 2015 وكيقيموا كي هاي مقال في الموقع فتحوها كليكيو عليها وتقراو هاد المقالات بقيت كنقراه وكنتامل وصحيح هو في العمق صحيح راه طنجة اكبر من العمدة ومن الوالي ومننا كاملين ان حنا كلنا غادي نمشي طنجة غتبقى وهاد طنجة جازوا فيها رومان وبيزنطيين ووندال وفتحها المسلمون كبار موسى بن النصار طريق بن زياد هي مدينة ديال العظماء ما حنا لا نساوي شيئا وهاد الميزانية ديالنا لا تساوي شيئا انا قبل ما نجي لهنا قبل ما نجي راه كان عندنا اجتماع مع السيد ولا اجتمعت مع البارح اجتمعنا اليوم على المالية قبل ما ندخل الإدارة الصح أول ما خرجت مشيت للإدارة ديال المالية عرفتها واحد أول مرة كنقولها قال لي خويا ديري ما قلتها لهمش كان سوال نبحث وكذا شنو واقع شنو ها ما غدا عندنا جوج ديال اللقاءات غدا وبعدو اجتماع غدا في 10:30 نترقصو السيد الوالي والخميس في 10:30 نترقصو السيد الوالي حنا خرجنا من المكتب ديال السيد الوالي في ثلاثة عيطنا على السيد دياس في ثلاثة قلت له طلع ترقص الجلسة راه ممكن انه محجور باقي مع الطريق ملي وصل جبرني وصلت لانه سيدي نتقي مع ديك ثلاثة وقسم خرجت جاب لي الاخ المدير العام للمصالح جاب لي ورقة ذلك اللجنة اللي اتفقنا عليها في ذاك اللقاء مع السيد الوالي راه مجتمع دابا في 4:30 كانت مجتمع على المطرح هذه هي الروح اللي خصنا نرتقي بها وهذا الشيء وقع مع علي يعقوب انا ما كنقولش لا الصحافة كلها نهار اللي داز الباساسيون انا ما صرعتش ما خلاش شكون عيط لي لا جرائد وطنيه ولا محليه ولا مواقع التقييم ديالك راه علاش ما تتاولش انا مع يعقوب كانت امور ديال الخدمه المشتركه اتفقنا وكاين امور اختلفنا فيها وهذا طبيعي جدا هادشي اللي قالوا فيه الاخوان انا متفق معكم عليه عطاني طنجة ربما انا في تقدير وقلت له قلت لكم في حضور رئيس الحكومه ماشي وليد الان ولن اجامله كتعرفوني في المطار قلت له صحيح ما عرفتش شحال باقي لك واش عام ما عرفتش شحال واش قلت له هذه الكلمه هذه واش عام ولا عام ونص ولا اقل قلت له انه فعلا عملتي بصمات قويه في مدينه طنجة في كلمه عابره هيدا وكذا بالتالي كان عندي له واحد الاحترام كبير انا كنت بعض الاحيان كنخجل انا كنعيط له كنقول له السيد الوالي ديك السيد راه ما خسرش عليا الهضره وانتم شفتوا في الدوره نهار اللي تقلقت مع بعض المواطنين وخرجت خمسة دقائق كانوا جاو المسؤولين ديال السلطه يخرجوا داك الناس كيقول لي ما بغيتش شي واحد يهينك وعمره ما هني وقعت بعض الاخطاء من المسؤولين الاداريين كيقول لي اعتذروا لك عمده عمده عمري ما سمعت منه ولو العشر بهذا الكلام اللي سمعته هنا وكان خطا بعض الاحيان انا التجربه نقصاني وعنده تجربه كبار مني في الاداره كنت قلق قل لي ولا بغيتي تفهموا في هذه النقطه راه هكا واسمعني مزيان يكون عنده فكره من الاحيان من الصبر سيد عنده خبره كبيره ودبر مدينه ماشي سهله عده جهه ماشي غير مدينه كتعرفوا الحراك حسيمه شفتوا النضيق تطوان طنجه خلى بصمات جلاله الملك راه ما كيعملش الثقه ديالو في المسؤولين هيداك وكذا وزاد عيان انا قلت له قلت دابا ليعقوبي الا خرج من طنجه راه هو معنا عليه 7 سنين فيه غيمشي ما يدخلش المسؤوليه في الحكومه واما يمشي الرباط الضربي ما يمكنش شي حاجه لان طنجه ما كاينش شي مدينه ولا شي جهه فاحترمت الجهات الاخرين مراكش هكذا هفاس ولكن طنجه خصها بعد الرباط ولا الضربي القيمه داك المسؤول والاخوان اللي قالوا لنا معاه سيد الخدمه ديالو اللي كتعطي هذيك المواقع ماشي ما كيجن حتى واحد قلت لي بعدا علاش نبقى نتني عليه ولا كذا ولا لاحظتو كان في علمي انا قبل هذا الناس في علمي بانه ماشي قبل من ذاك في ذاك اللقاء ديال المجلس الوزاري راه كنت الوزير خرج ذاك الساعه نهار اللي كاز المجلس الوزاري ولا ساق الخبر الصحافه بدو كيعيطوا عمري ما هضرت مع شي حد حتى داخل الحزب ولا قلت له ليعقوبي ماشي ولا باقي حتى يخرج وما هضرتش معاه ما عيطتلوش حتى نهار الباساسيون تكون الامور اوفيسيال ورسميه والان ماشي كنجملوا واختلفنا انا وياه كيعرفوها الناس راه معروفه بعض النقاط هي قليله جدا وطبيعيه ما يمكنش يكون 100% ما يمكنش ولهذا قلت ان هذه المساله انا ما بغيتش ندخل في هذه الامور انا بغيت كنرجع وكنقول دابا علاش بديت انا هذه المداخله ديالي قلت انا كنفكر ماشي في العلاقه ديالي وسوزو عند الاخوان على العلاقه مع الوالي والميزانيه داكشي الميزانيه نهار اللي جلست انا مع السيد الوالي مور ديك المشاكل الميزانيه والله ما خدتنا حتى شي دقيقه ولا جوج الى يومنا هذا
واليوم جلسنا مع السيد الوالد نفس الموضوع حتى هو ما خدات شي دقيقه ولا جوج لا البارح ولا اليوم. هذه دوله وهادو مسؤولين وكيعرفوا مزيان عارفين الارقام. واليوم راه كانت الاداره الجهويه الضرائب والاداره الجهويه ديال الخزينه ماشي هي انا بوحدي ديال الجماعه الخزينه وديال الضرائب ونناقشوا الوضعيه الماليه ديال طنجه. هي وضعيه صعبه 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 صعبة 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 باقي تجي الأوقات وغنتذكرو في هادشي. أما تاع الطوموبيلات السفريات هذا كيبان لي هذا ما كيبانش ما كيبانش. السفريات كاع شنو سافرنا لا مشينا كاع شنو دينا من هاد السفريات كلنا لا القدامين ولا الجدادين كاع فرضنا كاع هاد الميزانية المبالغ ديالها الضعف كاع اش كتشكل في هاد الميزانية اش كتشكل. هي اللي قلت أنا لك الصحافي ديال إذاعة طنجة ملي جيت عيطت لي جيت جلست اول لقاء جلست مع عمدة المدينه مع الناس نطرح الوضعيه الماليه طنجة والاشكالات الكبرى اللي كتعيشها مدينه طنجة ودخلتيني في واحد النفق عليه 20 دقيقه. قلت له حسبتها بحال كان عندي الكورونا راه عملتها الكورونا تما فرغت داك الشريط حتى جيت للجامعه بعد ذلك وفرغت داك الشريط وشوف شحال تكلمت انا شحال تكلم داك الصحفي اللي كيسير اللقاء وشحال جوج الصحفيين اللي كانوا معايا في البلاطو الا باغي نتذكرهم يمكن كان كويمن ويمكن حمزه نتيم الا باغي كنتذكر كويمن بالتأكيد يمكن حمزة نجي ما بقيتش نذكر. قلت له ما يمكنش يجي عمدة المدينة غيتكلموا الصحافة نص ساعة ويتكلم نص ساعة ودير ديك الفاصل وفي ديك ربع نص ساعة تقريبا ولا ربع ساعة اللي غادي نهضروا كلها غادي تدوز على ديك الدعم ديال الجمعية ديال بوكماخ. تصوروا وانا الجمعيات ما عنديش ما عندي لا جمعيات لا ميزانية الجمعيات ولا هم يحزنوا ما كايناش لا قبل ولا دابا. شحال كنعطيو حنا الجمعيات الثقافية كاع كاملة في طنجة شحال 3.5 مليون درهم. دابا هبطنا هبط الزيار بهاد الازمه بهاد الشيء اللي ردوا السيد الوالد كذا بكذا اللي ما شددناش اتفاقيات هاد اتفاقيه 8 اللي داروا مشاو مره اخرى بغيرها دابا عندنا شي 1.7 ولا 1.8 ولا 1.5. شنو هي طنجة شنو هي؟ بعد تشكل في الفعل الثقافي في المدينه 1.3 مليون ديال الدرهم اش كتشكل؟ وبوكماخا حاطينها كنا 60 مليون في 80 في 100 ولا 240 مليون في 3 سنوات. وش يتقال في الصحافه وش يتقال في الكلام الوالي فتح التحقيق والفرقه الوطنيه شنو المواقع قروات. وانا والله يا شاب عمره ما هضر معايا شي واحد لا والي ولا غيره اشار عليها السيد الوالي ودازت الميزانيه ديالها ببساطه كجميع الملفات لن يوقع عليها حتى كلام حتى الكلام عمره ما هضر معايا في الموضوع. علاه ونبداو نجيب واحد العادي يا بوم. ولكن انا كنقول سواء هادشي سواء في الفعل الثقافي ولا الاجتماعي ولا في الرياضي دابا كاع في الرياضي واش دابا تمشوا هاد السنه كانت انا السياحه دات مليون ديال الدرهم وهي دات البطوله ومليون ديال الدرهم وتزمره كتعطيها 3 مليون درهم قنيطره كتعطي 5 مليون درهم. حنا ولينا نجربوا نديروا التحويل والرغب ونشوفوا كيفاش تقصى دارنا مع السيد الوالي باش ديك التحويل دوز وكيفاش نعملوا كذا غادي اش هي طنجه فايده ام بنيو الرياضه في مدينه طنجه. مع اننا ضد هادشي انا كرايي الشخصي نهار اتحاد طنجه ما فيها حتى درهم كرايي الشخصي. علاش انا مشيت لمارسي جبرت اولمبيك مارسي كتعطيني لا كومين 9 مليار انا الطبخة عندها الفلوس. انا ماشي كنعيب على اتحاد طنجة اتحاد عملها مجهود في هادشي. انا هاد الاسبوع نهار لحد داك السيد اللي قلت لحد داك الشباب قبل ما نجلس مع الشباب جلست مع هذا كاتب ولد طنجة استاذ التعليم الثانوي ديال الادب العربي ومن خيرة الكتب كيكتب مواقع ديالنا ديال طنجة وكيكتب جرائد وطنية وكعيط له نهار اللي كانت الازمة ديال اتحاد طنجة قلت له قصحتي ديك الكلام قاصح اللي قلتي على حميده برشين وعودت له هذا الحد هذا الحد بيني وبينه ومرته ولادو جالسين في كرسي اخر لهاد. قلت له حشوم معايا قلت له داك السيد جا طلع الفرقه البريمير ديفيز كان في البريمير ديفيز غيتهود انقذها ومن بعد كلاصها في عام وعامين ضمن الثلاثه الاولين ومن بعد دات بها البطوله ودابا غير وقعت ازمه في جوج كذا. قلت له هذا اي تدبير راه ممكن يوقف تعرض لهادشي كره هي راه الفرق الكبار والبرسونا واحد الوقت كانت هواده في الدوزيام ديفيزيون جيفونتيس وراه هو في الدوزيام ديفيزيون. هذه الكرة في العالم هنا مرة الفرقة طالعة مرة هابطة ولكن الناس ما نزلتش السلاح مع اللي الصبر وكتجري وكتقاتل واش من ربح عنده كاع تما واش ديك الكرة فيها الفلوس راه تيبيع شري راه عنده الفلوس عنده كيعرف فين يمشي يجيبهم وكيفاش يجيبهم راه كلشي كيعرفوا في طنجة. لكن ما مشى يربح من اتحاد طنجة وشحال كاع الميزانية ديال اتحاد طنجة كاع راه طنجة تعرفوا غير النفق النفق ترى شحال كيتكخر في النفق هاد الانفاق اللي كنعدلو النفق راه تقريبا خصو 5 مليار الواحد طنجة دابا عندها 2 7 ياك واحد او اونكور دابا ولا اخر راه قريب هذاك ديال اللي حدا التجربه راه 9 مليار
انا هذا الاسبوع عيطت لحوض اللوكوس وعطيوني راه 120 مليار سنتيم اللي تكبس في طنجه اكبر مدينه في المغرب باش غطينا هذاك الكوادس اللي كيتكلموا الاخوان بحال السواني على واد السواني خصو يتغطى هذا كيتغطى راه كل كيلومتر خصنا 5 مليار انا قلت له عادي حشومه تكون انا الرئيس كنخرج كيجيو اجانب يخرجوا عندي من باب البلديه كنجبر ديك الباركين ديال التراب قدامي وموراه الواد بوخرا رو دايس قدام والله راه عندي الباركين ديال البنك الشعبي عامر قزاده اللي طلبنا عليه وكان بعد والله الرئيس كيبدل المكتب كيعمل كذا انا الدار ديالي قلت انا الدار ديالي وهذاك بعد انا جا عندي واحد خاطر واحد السيد مستويات عليا وجا عنده مسجم الرباط وكذا جا قال الرئيس عندك المكتب مزيون قلت له هذا حيت عملوا الدعم الدرهم حيت عنده الفيلا مزيونه انا كنت بنيته انا تراجع التعليم كان عمل 3 متر في مكتب الرئيس انا ذاك المعرفه ديالي انا راه نعمل مكتب وغنعملو فيه 150 متر انا نقول شنو انا في هذا المكتب 150 متر التالي دخلت اصلاحات بسيطه وانتم رجعوا تما عشتوا فيه كاملين ومرحبا بكم اجيو تجلسوا تشربوا معايا ولفاتي تما ما كاين مشكل بغا يعمل التحقيق يمشي يعملو ما عندي مشكل هذاك الصالون اللي عملوا الدعم الدرهم باقي تما هذيك الطاوله اللي كنشتغل عليها باقا هي البيرو ديال الرئيس باقي هو شويه الصباغه حلقنا شي شويه وكان ماشي كان البيرو ديال الرئيس وسولو عزيز ملي كيجيو العلاقات الخارجيه كيقول لي الرئيس فين كتحشم كيقول لي دابا دازو دخلنا عند الانسان ديك الروح كحال ملي تعمل من عام 2004 ما تصبل والمازوت تما الطريق واش ما لقيتوش هاد الاضراب ديالنا نصلحوهم شويه بالتالي انا علاش انا كنجبد هذا هي غير امثله بسيطه دخلتنا في واحد النفق وفي واحد المتاهات ولينا السيارات وشكون خصو ينزل والسفريات وانتم سافرتوا وحنا ما سافرتوش انا كنعمل جهدي كنحاول والله شاب انتم رجعوا كاع البارح جاب لي اللائحه جابتها لي الكاتبه ما عرفتش فين كنضعف لي كاع ملي كنشوف ديك الاصلاح كي دير دوكا دا كنت حيدتها ما عرفتش حتى جات لي البارح لا راس عليك تحتاج بقيت كنقرا فيها كنتهم كاع كاملين هذوك اللي سافروا فلقيت كاين من المعارضه كاين من هنا من هنا وكاين اخطاء وكاين اللي مشى شي حيت معيط عليهم ياك السي حسن بوريس قلت له تسمع تمشي ما بغاش عايت على الزموري ما بغاش عايت على حميده باش ما بغاش قلت له الحميدي ما بغاش مش هو هاد الاخوان ماشي ما بغاش يكون عنده الشغل عنده هذيك ماشي ما عندوش الوقت ولا سعيده شاكر وعيط ليها مسكينه هذيك مناضله وكانت نائب العمده احتراما لها فالتالي ما ندخل في هادشي والسفر ما سافرش وانا كنعرفكم كاع دابا كاع اللي سافروا كاع دابا ومنهم فؤاد عمر مشى جوج المرات كيمثل الجماعه ديال طنجة واش فؤاد محتاج انا نسافروا وما خلى العالم عنده رئيس جمعيه الجماعه تيسافر بها ما نعرف لا هي واش فؤاد محتاج لينا كاين انا ولا باش يبقى يتذكر معايا في لورد ميسيو ولا في الفريد ديبلاسمون ولا كان هذا البريستيج يمشي يمثل المدينه ديالو كنعمل جهدي ممكن ما صيبتش 100% ممكن خطيت ممكن هذا تقدير ماشي صح ولا ما عندي حتى مشكل ولهدا قلت انا بالنسبه لي ديال اسمحوا لي هذه امثله انا ما كنتش باغي ندخل فيها والله ما كنت باغي ندخل في هادشي كله ما كنتش بغيت نناقش انا اللي بغيت نناقش معكم هو اللي عميق جدا هو اننا حنا في 2003 وقع في طنجه واحد الوضع صعيب ما كانش في المغرب وجاو مجموعه ديال الناس اللي كانوا متحكمين في السير الانتخابي في طنجه قالوا لهم انتم ما غتنزلوش في الانتخابات ومجال العداله والتنميه جسم جديد هو مجموعه الشباب سواء اللي كانوا بحال يونس بحال السملالي اللي كانوا باقيين غادي يرجعوا وكاين دخل جيل جديد جديد منهم السي الحمامي مجموعه ديال الاسماء العيدو لا العيدو اللي كان قبل كاين اللي دخلوا في ذاك المرحله ديال 2003 وراه كان الحمامي انا ما كنتش كنتوقع نكون رئيس فعلا وراه كان الرئيس راه معروف شكون اللي كان وشنو وقع له باش ما يبقاش رئيس طاحت عند الحمامي طاحت عند بن عزيز حتى هو كان مع دام ما عطاولوش في 97 وتيسر الله فعلا وولى رئيس وكذا إذن هذاك الفراغ اللي وقع عند القدامين جا هاد الجيل الجديد شد المواقع ديالو العدالة قال لك لا نتوما غتشاركوش في 4 شاركو في 2 راه متبعين نتوما التاريخ طنجة بقى فينا الحال قلنا ما يمكنش حنا حيس على جميع الأحزاب تمشي باللائحة حنا 4 اللائحة عندنا معدلين نزلوا في 4 ولا ما نازلينش وحنا في المغرب ما نزلناش قبلوا الناس في الرباط الدار البيضاء مراكش وكذا واش كنلقى راه صحيح ماشي صحيح هذا موضوع آخر ولكن ما نزلناش في الانتخابات راه هذه ماشي سهلة الإخوان راه حتى حنا جرح عميق عليها جات الإدارة وقالت لنا لا عاود كنتو غتنزلوا هاد الفرق ديالكم لا غتنزلوا دابا ب 50% ما قدرناش فين غنمشي واش نزلوا في موقع ومدينة حيدوا الآخرين كذا طلعنا عند سعد الدين العثماني الآن لا هادشي ماشي معقول قال لك هادشي اللي عطى الله تنزلوا بجوج ولا ما كايناش قلنا له ما نازلينش قال لك صافي الله يعاونكم شدوا شي دائرة ديالنا عطاوها شي خمسة كانوا عندهم عطاوهم جوج دول ثلاثة المهم دازت قيل حنايا في الحزب كذا ما عمرنا دخلنا الانتخابات جات 2009
2009 عاود كذلك شاركنا في 4 المقاطعات، جبنا واحد المرتبة الثانية 21 مقعد مجلس المدينة، الإخوان أحرق لينا 20 مقعد، أنا الله بس النتائج فرحان. أول مشيت عند يونس الشرخاوي للدار قلت له السي يونس راح نغيب دارت النتائج شنو رأيك؟ قال لي احنا مستعدين في التحالف واللي بغيتو احنا موجودين، أنا و 11 معايا الحركة الشعبية منهم بن خيبر منهم كذا. أنا قلت له طيب مزيان، ما قلتي عيب أنا ولا جيب بولي فاودنا يمكن ما يمكن لا قبل من تظهر النتائج، لا لا قبل ما تظهر النتائج ديك الساعة تحضر تحضر أنا تقول لي دارت النتائج نهار النتائج دارت النتائج بالليل لا غدا هو أول واحد تقول لنا عنده الضر أنا ولا جيب بولي من تما عشان انا كنجرح هادشي ماشي لي التاريخ انا باش نبنيو عليه. وملي سالينا من داك اللقاء مع السي يونس هو تنعاد في بوهري في الدار قالوا الاخوان الاحرار كاملين تما اللي ماتوا من الحمامي قبل من الميثاق، الميثاق كان شي 40 و 50 عادي تكسر داك الميثاق، جبرت الاخوان الاحرار شي 24 22 وتزادوا عليهم ورياش وشي واحد اخر وتشمتوا. حنا العداله 21 قال لك مع كان عندي علاقه مع الغراد وبالخياره كنا كنحسبوا على الغراد حنا عندنا 23 والاحرار 24. الاتحاد السوري كان حميد والزمول قال لك حنايا 7 ولا 9 وممكن غيمكن يجي معايا يتزاد معنا غيلان كان حزب العمل داك الساعه قال لك جوج ثلاثه نقدروا نوصلوا 10 وحسبنا الخير والبركه كدا و50 شرط الخير شرط الخير وقع ما وقع فوق الاراده ديالنا كاملين الاخوان. حتى كندخلوا فواحد الطاحونه كنبقاو نشيو على بعض هذا راه قال شي اقل من داك الشيء ديال التحكم راه كاز هذيك ماكينه وبقات كتعقل لا على احرار ولا على على عداله ولا على الاتحاد السوري. وراه عرفتوا ديك الشيء كان ماشي غير في طنجه في كثير ديال المدن وحنا في طنجه كان سيء سيء جدا. مشينا حنا للمعارضه تركب داك الشيء وتوشتوا طلع الرئيس الدور الاول الثاني الثالث ومرشح بوحدو ما جابش الاغلبيه داز باكبر بقيه نسبيه. وهذاك الشيء فعلا راه ماشي سهل الاخوان. راه قال شي واحد البارح قال لك راه خرج بن جلون كيبكي وعمر مورو كيبكي وركبوا في الطقناء وكذا. وانا فعلا تبعت داك الشيء، انا كنا جالسين في الدار الافقير وجاو عندنا الاخوان بقاو ديك الكلمه خرجوا منهاري منهاري بغض النظر شنو وقع. ان انت مثلا انت اللي كتجي ترجع حتى في السياسه مثلا دابا الحلالي كتقول له لا خويتي بينا وفكيتي التحالف هو كيقول لك انا قبل ما خويا خوي بيهم. انا فعلا في واحد المنطق في واحد المنطق فعلا كل واحد كيزبا حنا هادشي واقيلا جبادين ما عمرنا عملنا انتخابات لا ما عمرنا عملنا انتخابات لا هذوك الكلمه ما نقدرش نعطيها لك. انا عندي 12 اللي هو بن جلون هو تابعنا بالطوموبيل وانا في بولفار جالس كنتقهوى قال لي بن جلون انا معاه انا كنعدل المكتب في سميتي ديال اليمن كنسول في الحجز مع الاخوان كنذكروا مع النقاش يلا نزلت بالرداتي قال لي حمامي مورانا قلت له زيد الطوموبيل ونذكروا نزلنا مع بابا بطايا مع هذيك 4 برو وهجا الحمامي قال لي تضمنوا لي المقاطعه ما نقدرش حنا يلاه كنذكروا على مجلس المدينه ما عنديش هاد الصلاحيه نضمن لك المقاطعه ديك الليله بات ما صبح حيت الحمامي حمامي عارف العمليه انا بقيه ما عارف شي لا قلنا الكلمه صافي عملنا الميثاق صافي. طيب هادشي هذا نهار الاخوان نهار في ذاك الساعه طلع سامر عبد المولى الله يجيبو التيسير بما فيه سامر راه صديق ديالنا كامل ما عندنا علاش نذكرو بيسو سواء نعمل اللحيه ولا زولها مسكين حتى هو عانى دخل السياسه جالس عليه الدقاقه لا في السياسه ولا في المال ديالو خصنا نتاسسوا داك السيد هو صادق وما جاش يربح من السياسه انا لو كان حسب الحساب ما كانش يقرب كاع اصلا. وبالتالي وقع هذا الخطا هذا تولى هذاك حتى حنا عملنا معاه وراه لي العلمي ولي التاريخ. انا في ذكر حنا يونيو كنا صوتنا على ضد سامر عبد المولى وقع ذاك الصباع يوليوز كانت مناسبه ديال عيد العرش وجا من كيران ديك الساعه وامن الله مشيت جلس معاه في كاب سبارتي ملي سالينا اللقاء مجموعه الاخوان قلت له سعد الى هذا الراجل راجل نقي وشاب ومعقول وباغي يخدم ما رايك؟ قال له خلي بلاتي شويه الوقت ونشوفها. انا ما كنتش رافض رغم ديك المعركه اللي عملنا كاملين وسولوا الاخوان ديال المسؤولين ديال الاثار في ذاك المرحله وكنا كنجلسوا كنشوفوا كيفاش نصلحوا هادشي بما فيها نهار اللي طاح داك سامر عبد المولى وجا فؤاد العمر. انا انت كتعرفوا حتى داخل اخوان الحزب راه عارفين لي هادشي هذا. انا اللي كنت كنطلع الرباط كيقولوا وكيفاش تخرجوني جرائي وانا عندي لقاء غنطلع اللوائح انا ككاتب جهوي وغنطلع اللوائح ديال الجهه كامله كيخرجوني ديك الصباح في الجريده والامانه العامه في الحزب ونعاقب داك الدار في اللوائح كيعملوا الباشير تعشى البارح رمضان عند الدريسي. قلت له ماشي عادي انا كنتعشى مع بوهريس وكنتعشى مع ابرشان وكنتعشى مع الدريسي وكنتعشى مع الاخوان كاملين كاملين الاصدقاء ديالي وماشي غير رمضان واحد جميع رمضانات. تلقى عندنا عادي مع النبي مورو ما عرفتش هو انايا تفاش ياك انا صليت يوم المغرب ديك هذه بقات عند واحد الروايه ديالها
لا غير خطأ الله يشهد ما عندك تعلق بحال يقالي مع يونس. ها صليت وقلت واحد الصورة عند عود المرة الثانية وبدك يضحك قال زعما واش لا لا والله يشهد ما عرفت واش قلت مرة ولا جوج ولا كذا. إذا طيب الإخوان على أين هذا المسار؟ هذا المسار الإخوة الله يرضيكم. موراها نهار ذاك المكتب السابع المولى جا فؤاد العماري وقع ما وقع فيتو خط أحمر. رحنا ما كناش دايرين خط أحمر. ورا فؤاد اقترح مع القيادة ديالو أنا باش ندي حسام مروان تولي أنا العدالة يكونوا معايا. قالوا له إلا هذا ورا أنتم عاقلين اللي جا مسؤولين من الرباط وكانوا في الدار ديال الزمولي ديك المناسبة اللي كانت عنده إلا العدالة ما يدخلوش. وداك الشيء راه قاصة عندنا الإخوة. قاصح وقاصح 2003 ما نشاركوش فيه، قاصح 2009 ما ندخلوش فيه، لأن العمودية ما كانتش عندنا، نهار الأول جينا قلنا الأحرار عندهم واحد زايد علينا بنجلو الله يجي التيسير، باقي ما ركبنا لا ثاني لا ثالث، سبقناها شحال العدالة شحال الاتحاد السوري شحال الأحرار، صافي إلى أن نهار داك الشيء، بقينا مع بعضنا واحد العام عاود نهار داك الشيء، ولكن العدالة راه ماشي ساهل، بالتالي قاصح، بحال اللي نتوما كتحسوا بأنه راه الإخوان كيكرهوكم وما عاود كيحسوا من واحد الجهة نتوما عاود كتجمعوا مع بعضكم وتشوفوا العداله تضربوا على الحيط. هذا احساس متبادل بحال اللي كتقول له انت بلا الطوموبيلات السفريات وواحد كيقول لك الطوموبيلات السفريات. كان انا كيبان لي زعما الى متى غنستمروا في هذا الشيء. الله يعزك خلينا الله يعزك والله يعزك واش الشيء هذا الشيء هما الاعضاء وما قولوش يا الرئيس الله يعزك. اذا قلت الاخوان هذا تاريخ فيه جروح فيه جروح وحنا ابناء هذه المدينه كلنا والوان سياسيه مختلفه وكل واحد الله اللي غيحاسبو على المزيان وعلى العيان واللي عنده شي حسن مع شي واحد راه القضاء. لا انا نقول تزيدوا على بعضنا تنادك هذاك السيد جا غير سب فيا قطع لي الورا مشيت معاه من الاجر هو الوحيد اللي عملت معاه حتى انا خليت التجار عياوني ماشي وليدات العيال ما قطعتش لان صحيح انا معاكم عندهم الحق كيفاش السيد كيجي يلوت وانا غنمشي نمشي نزيد نتابعو حتى في الحريه ديالو هو الدولة المكان ديالو هادشي ماشي مخدع. ها سيدي يعقوبي والله يشهد ما كاينش اللقاء اللي ما كنذكروش فيه سواء كنا في المطار ولا في المكسب عنده ولا كذا الى اخر لقاء بعد اللي تجي الميزانيه وجلسنا قلنا السيد ولد 110 الناس راه في الاعناق ديالنا كنقول له هادشي كله اللي وقع الميزانيه والصدامه دخل لينا ما خرج لينا الميزانيه بحال اللي قالوا الاخوان عندنا قواعد ديالها كاين دوله تدوز ما تدوز شي كتعدل وبالمناسبة ما كيعدلاش الوداع كتعدل وزارة الداخلية صافي إلا مشات راهي عندهم دابا كنتسنى تيعدلوها ويصيفطوها فبالتالي كنقول أن داكشي الميزانية ماشي هو اللي يدي يخرجوني يخرجني هو داك السيد اللي كيقول لك أنا كنت في الحانوت ولا عندي الطبلة ديالي كنخلص الجناية هادي 16 سنة وجا السيد من الزنقة مورايا والله يرضى عليك والله يرضى عليك والله يرضى عليك وفهموا صافي ما نبقاش نقول هذا 30 عام هذا 25 عام أن الفكرة هي هذه أن الناس جاو من الزنقة كانوا كيفرش في الزنقه وتا هو الاستفاده الاولى ديال الشطر الاول ولكن يمكنش نقول انا لا هذاك الشيء راه عارفينه في اخر سبتمبر 2015 انا يلاه جيت سيمانه السوق مبني لو احجازه وراك كتعرفوا هذا الشيء وانت شي ملكي هذا الشيء كتعرفوا شنو نقول انا كرئيس باقي كنقول عندي مشكل اللي حد الان خصني نحلو ومرارا كنقول انا داخل الفارق ولا اون بلان بيبليك ولا هنا ولا في غيره كنقول هذاك برنامج الاسواق هو نموذج ديال الترجع للمستوى الوطني وقعت فيه اخطاء صحيح ومشيت مؤخرا هرات السنه هذه ماشي في 2019 اواخر 18 ومشيت من داك الشيء ديال برشيفه وما عجبنيش الحل كيفاش يعجبني الحل اربعه طبقات وباركين سوتيرا ما ودوش باقي ما تردوش دو نيفو سوسو ديال الاستاسيونمون واربعه طوابق والابواب من كل جهه ومهوي ومضوي و 90% مسدود حتى هذاك اللي في الريد شوسي في الارض خرصنا داك العلاوه نزلوا في الكلوار ما كاينش عنده حل هذا هو المشكل اللي خصنا حنا كمجلس نعالجوه ماشي يا راه ليا ماشي يا راه لي قل لي نقول لك عمل لينا من ما اش من فائده فيها كاع هذاك التاجر شنو ربح مسكين هذاك السوق كاع ولا الناس اللي كيبيعوا شي داك المواطنين اللي هزينا لهم السوق ديالهم باش شي وهبطنا من تما ديك المره مسكينه كيفاش راه تهوى كيفاش المشكل ولا اين دابا ومشيت مورا نزلت من تما مشيت من بعد الشعيري ودخلت من ديك السوق ودرت تقريبا ماشي في نفس الحجم ولكن حتى هو عالمين واحد تبقى شويه مع الاخرين الحوت كتجبر الطابل الطابل هذاك ديال الحوت خام شي جوج الناس كيبيعوا الحوت باقي كلشي في الزنقه كل واحد في نفس الزنقه عامل الصناديق ديالو كذا احنا ما نجحناش 100% كي ماشي عاد فشلنا 100%
انت داك ديال الشفاء حنا كجماعه شحال كانوا عندنا الناس متعاقدين مع لاب ديال الشفاء 93 91 تاجر عند الحانوت وجوج القهاوي هما اللي كيخلصوا جيباتهم اللي ما عارفين بهم وهذاك الشيء ملي جيتي انا راه جبرت عليه جوج دومليار ونص اللي كنسالو باقي لحد الان كنسالو ما زدنا عليها والو زادت وهذا هو المشكل حيت الناس مستردين من المحلات وما كيخلصوش وتسلموا انا غالبا هذا الشيء كله كنقول هذا واحد الواقع معين فيه شويه الصعوبات حتى ديك السلطه الله يحسن عاونها هذا في الثمن الاجراء عاود كيبان لها عاود كيبان لها الاجراء عاود كيبان لها تالي الان باقي معقده الامور ولكن الاسواق تبنى الترحيل تم خصنا نصلحوا هذه الوضعيه هذه نقدروا نزيدوا نبنوا في جهه اخرى دابا نقول لك 110 شنو 110 شنو كيكلمونا هما كيقولوا لي كيقول لي سي الحمامي نساهموا انا بلا ما تساهم انت هما يساهموا راسو هما راهي هما دوما كاسابارطا جاو قالوا لي هادو التجار ديال كاسابارطا قالوا لي الرئيس نهار اللي تبدو تعاودوا على كاسابارطا حنا 4000 واحد حنا نحلوا لك هذا المشكل ديال الوضع المالي ديال الجماعه هاد الازمه من انا كاسابارطا 4000 ما عندنا كاين 30 درهم تصور روحنا لنا 150 درهم ولا 200 هذا اللي خصنا نشتغلوا به وراه طرح المستشار سي عيلان في الدوره السابقه قال خصنا نراجعوا هذا الشيء هذا معنى هذاك 30 درهم ناخذ الله كيف تحقق تاخر السوق راه كدعي المحل ما كيسوى والو تعمل له 150 ولا 200 درهم وهذاك السوق المحل كيعمل مليون ديال الدرهم 150 مليون 120 مليون وما كيخلص لك الجماعه 30 درهم واغلبها ما كيخلصوش كاين مشكل مشكل ماشي كنقول ما كاينش مشكل ماشي وانا ما غاديش يخلصوا واحد الماكينه ما دايراش مزيان حتى هو حتى ولا وقفتي عليه قال لك شنو 30 درهم شنو 30 درهم في كاس مرطا 30 درهم في الشهر كيحسبها هو يخسر على غير كاس دات اي ولا كان يعني الثلاجات شي عنده واحد بصح عليه الله والسوق مهم راه ملي جا عمر البشير هو ديك السوق كيدور تما رئيس ديال السودان عنده قيمته في طنجه كيخصنا نعمل واحد التخريجه باش نصلحو وراه داك المحيط كلهم راه عندنا تقريبا ما يزيد على 20 هكتار تما 8 هكتار فيها السوق والوالي عنده البروجي كامل جاهز ومنزل عنده باركين سوتيران ولا غدي الجماعه ودي هو الفوق وديك المحل اللي تعاودوا تبناو كاملين بالمساهمه داك التجار باركنا انا جاهز واجد خصنا غير نجلسوا نتفقوا نتيقوا بعضنا كما كيوقع هاد التشويشات وهاد الاشكالات بحال دابا دير الشيك هذا الشاي وما نجحناش انا شخصيا كنقول ما نقدرش نغامر في دارك السيد الوالي شنو عمل القرار ديال هاد ديال كاسابارطا وانا باقي غارق دار الشيك وباقي غارق دار الشعيري حرفت لي 110 الناس 3 سنين حرفت لي على المشكل وغندخل انا نعار 4000 انا نبدا ولهذا كاين صعوبات وكاين اكراهات انا ما كنتش باغي ندخل في هذا التواصل كنقول انه المشكل ديالنا كامل لا في السابق ولا اللاحق ولا بغيتو ديك الساعه نرجعو حتى لديك المرافق اللي كتسبناها كذا راه تاهي ذكرنا المعلومه اللي فيها البارح واخر لقاء اللي كان عندنا مع السيد الوالي مور لقاء الميزانيه عاود جلسنا جلسه خاصه على المرافق وانا شخصيا طلع معايا تما قلت شي بالبدايه ماشي لكن كاين امور بعض الاحيان صعوبات ديال العمل شي ساعه ونقصوا نتذكروا فيها فما ديك المحطه كيبنيها البشير عبد الله بوحدو راه البدايه اللي عندها متر تورش وهي اللي كدير الصفقات وكلشي مساوي الصفقات كلها مساليه الا الناس التزموا في شهر ديك المحطه من الكيران داخلين تيتشبر هذا ريزيلي معاه لاسونسور باقي ما جايب من المانيا ما جايب شي واحد شبيكه انا كنشوفو النقل في اليابان تشوفو الصور ديالو كتشوفو الحياه كيفاش كتم تما شنو زيدني علينا هما ولكن الناس فعلا خدموا بواحد الصيغه معينه ووصلوا لواحد النتائج معينه وباقي ماشي حنا خصنا نعملوا السكه ديالنا في الطريق ولكن خصنا نفهموا بعضنا كمكونات بلد ما يمكنش تمشي بلا بينا هذه الديمقراطيه وهذا اختيار وطني ويرعى جلاله الملك ما يمكنش نرجعوا واش فرضي ولا اللائحه هذا زيد ناقص هذا نظام انتخابي ديك الساعه نتفقوا عليه ولكن اللي اساسي هو ان البلاد خسرت الديمقراطيه والتداول على المسؤوليه البارح انت واليوم انا وغدا غيجي واحد اخر انا راه في علمكم راه كنت شحال هذه ما كنمشي بحال هذه ياك سمعتوها واش انا عاجبني الحال بارك عليا البرلمان واش عاشي بركه مالي عمقم في الجماعه يوميه والسبان والمعيوف وكذا اللي قال يونس حنا ولاد طنجه راه ما نقدروش هادشي راه ولادي مرارا قالوا لي قالوا لي واش دخل انت في هذا الصداع تالي راه واحد الوضع راه ماشي تاع حنا راه ما مرتاحينش لكن هذه مسؤوليه وطنيه وانا فيها الاجر مع الله سبحانه وتعالى ماشي كنعمل السياسه ولا مواعيد ولا كذا قناعه ان اي انسان كيساهم في واحد العمل الصالح راه ماجور عليه حتى في الحديث اماطه الاذى عن طريق صدق جبرتي الحجر ولا الدجاجه زودتي عندك صدق وتصور انت رئيس مقطعه ولا جماعه ولا عضو ولا نائب وكتفك الكوادس مع عباد الله طير السائل وديك البندوله رميها وتسحلوا من المساجد وتعمل له بالاناره عمل لا يحصى ديال الخير مع الله سبحانه وتعالى ما
قعدك مع المواطنين هذا واجب على بلادنا. انا كتخدم غير في دارك، عندك ثلاثه الوليدات ومراه، وانت كتقيد تدرى عليهم تمام يوميا على اربعه د الناس خمسه د الناس باش ينعسوا مزيان وياكلوا مزيان. وكذلك تقدر لك الله تخدم مليون ديال البشر، هذه نعمه عطاها لك الله تحرموا منها الناس. والثاني ماشي عاد فيها لا والرباح والكرسي، اش غندير انا بداك الكرسي؟ ولكن كنأدي واحد الدور ديالي في واحد المرحله معينه والناس اختاروني، ندوز المرحله واللي يجي مورايا الله يجيب له التيس. وهذا قلت الاخوه الله يجازيكم، انا هذه هي الخلاصه اللي كنت ما بغيتش ندخل معكم في نقاش هذه النقطه ولا ماشي هذه النقطه. كاينه جرح عميق وقع في مدينه طنجه، كاين واحد مجموعه ديال الاحداث كبيره ضربت مره هنا مره هنا، كل واحد وكيفاش ضرباته كل واحد، حتى هذوك اللي وقفاهم في 2003 انا عندها ثمن دخل معنى عندها. جيت تقول له انت هو كاز رئيس وانت كاز رئيس، وجيت تقول له لا هذه المره ما ترشحش ما بغيناكش انت ما نعرفش شنو عندك. ما كايناش في الدنيا عنده شي حاجه سهل، عمل له محضر ديالو وقدمو الى عنده شي اختلالات، عاود بعد تقول له لا رجع دابا. ولكن حنا كنقولوا بلادنا كتركب فيها الديمقراطيه، حنا الان كنا نساهم كنا ادوات باش نركبوا واحد الديمقراطيه واحد التداول اللي هو كبير صار مننا كاملين صار مننا كاملين باش نركبوا المؤسسات وخصنا نصبروا عليها. دابا هاد العراق اللي عندنا هادشي صبرتنا التسميه ديال الجلسات باش الناس تقول داكشي اللي يقولها، الراي العام يعود يتبع حتى الصحافه للاسف. البارح انا عيطت لواحد المسؤول واحد الموقع قلت له شو معي كان البارح في الكلام ما قلتش الصحافه تخرج ولا ما جيت، قلت لي ما قدرش يصبر باش يخرج لنا الصوره اللي كنذكروا فيها اللي كنا داك الكلام اللي تقال اي واحد يكتبوها هيداك، وهذه هي الامانه. كيفاش تجيب لي مزور بالزبطه وعامل الصمطه كل واحد سته كابكور حشومه اللي جلادياتور زعما هو بوحدو اللي عايق كيمثل علينا، هو هو اللي وهو تصور هو تجيبو تخرجو في شي بوستر وتعمل له قرور وتعمل له عشان شنو غيعمل عليك؟ مشي للحكمة وعملتي حشومة. أنا راه على هادشي هذا علاش باغي تضحكوا علينا؟ ودابا تا ولادي غتشوفني أنا بنتي هي هايدة بغات تسب لهم عيون كتقول لي هذا بابا عليك لا تصنع يونس كيتعاد يونس هادشي ولا هادشي، وأنا جابوني أجمل صورة يدي جابوني بعدا نسبيا انا بعدا مغطي ها انا بعدا جابوا لي مغطي اي صح، ولكن وقف لي الحال لان داخل واحد المصارعه، والمصارعه واش كنا كنتصارعوا هنا؟ حنا هنا منتخب والقانون عطينا هذا الحق وعملنا دوره عاديه وجوزنا فيها 15 يوم وقلنا غادي نمدوا اش حنا كنلعبوا. وهذا السلطان رئيس الدائره اللي جالس معنا الله يجازيه بالخير وصامر والمسؤولين كلهم كيتبعوه والمغرب متبعين هاد الدورات ديالنا، واش الناس كيلعبوا؟ الناس كيتبعوا القانون عطينا هاد الحق وعطينا نتكلموا وعطينا نتداولوا ونناقشوا ومن بعد ندخلوا النقاط ديالنا ونشوفوا كفرق كيفاش ندبروا المرحله المقبله. ولهذا انا باش ما نطولش عليكم اكثر، هذا هو الخلاصه ديالي، هادشي اللي بغيت انا يكون غير توجيه عام ما ندخلش في التفاصيل والنقاط. خرجت بعض الامثله غير بانها ما كترقاش من ذاك المستوى الدرس عليه شيء صغير. واذا عموما انه الدوره الان غادي نرفعوها وغادي نرجعوا غدا ان شاء الله باش ندخلوا مباشره لجدول العمل. ها لا صعيب باش لا واش دوزوا النقاط ولا حتى الغدا لا لا الاخوان مشينا 8 ديال الجلس وحده غادي تصعب علينا، اذا غادي نرفعوا الجلسه غدا في 3:30 ان شاء الله. شكرا لكم.